السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بخير. يا صباحكم خير ونور وسرور. جماعة أبوي كلها مرقدة محد أبوي ضارب بالويه من صباح الله خير إلا أنا. بس أبوي كلها خاتلة مستريحة عن ترى دوامات. هي أنا ما عندي دوام، لا عندي شغلة ولا مهرة ولا ضم، يعني ما دوم. اللي داوم تلقط عادي آخر الأسبوع، ولأنه متدقدق بكبرة يعني طول الأسبوع مستريح متى بقيت نشيت متى بقيت رقت. والبحر طايح ما زين طبل عليك مصطلة غادي منظرة أبدأ شوي مخضر هناك شوي شيء بسيط يعني بالإمكان يستوي. بحري غادي أصفى عن شي شوي ساعات الحين مرة هو طايح صلاني أشوف شو قاعد بوانيش. ها ما تحترج كنسب البحر يعني بالإمكان أن يستوي أصفى الحين شوي مخضر. شوف هذا اللون هذا اللي في الرية هذه هتخليك وانت فوق البانوش ما تشوف الاسمتش يعني ما تشوف القاع أو تشوف قاع البحر لكن ما تشوفه كلير واضح رقم واحد. المراد يقولك المتعلج ولا الطايح أخير عن الهويات والطهفات وال يوم يكون الموي عياي بحر لا تشيدين بعد. المراد أنا أموري طيبة مصبح الجو فنان اللهم لك الحمد كل شيء زي تريق عاد حين الجماعة تريقون حق تريقوا وأنا يس. يلا وعي أرباب شي ترى ما توعي أرباب نوم ها يلا ست دق عليه الباب. لا أنا ما يقدر. ليه ليش ما تقدر يذكر فيها الحنة أرباب أمس ما في نوم أبو دابي. شي يسوي أبو دابي قابض خفارة بالخير. يلا وعي منو نزل طراد مقواك 5:30 فجأة ما شاء الله عبد الله good morning. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الورد. ها شو الصيد البارحة؟ الحمد لله خير. شو عادم السمك؟ مخلوط كل شيء من كل قطرة غنية الحمد لله زين الصيد زين الحمد لله وقت ما شاء الله صدتوا. هي نعم صدنا الحمد لله صيد وفير وصورنا وروينا العرب الحمد لله. هذا اخوك يا سوايج منك شو يبى ظنك خلصت من القهوه؟ نعم هذا كم ريال بالله لك شباب؟ فنيالي كم دله فنيالي ما تبوزات لين عينها وبياله نزيل شو المشكله؟ يلا تخيني خلينا نسيب يلا تخاوين ابو عبد الله والله خليكم العافيه 10:10 هي الحين لا 10 تقريبا 10 وش اسمه شفت بشيركم اليوم ابوي الجو مصبح سهيلي. لا والله الصبح الجو حلو ابو محمد الحين دار سهيلي وحاف ويحرق اليم بي ابوكم ايش بسوي كاني ادري نشيت ولا استوي ايش قال وين دار توه مصروح بنوره بعد اللي دار ترى ينصلح يسوون له صلحه يصلحونه بسميت لسميت العادي انا لا الحين كذا يصلحوه بسميت يا غير رشوه بنوره هذا النوره يحطون عقبها المعجون عقب ينصبغ لي دار ها نوره اللي يصل ابيض ها أبو دريا good morning ها سلام شو أخبار بلال شو بلا بابا مشكلة شوفي الحريق الحمد لله ميديكال كم سنة تشتغل لازم تكد علاج رخيص داخل بلادكم ولا غالي ما أدري اسم هذا جني
عنود يسمونها العربي بالتعديل هالبحر عنود ما زين با شوف الحين السمكه تضخ البر السمكه الحين تضخ البر تبع البرود الماء البارد البحر البارد مره تظهر ابوي من المكان ماي حار وتيجي ويجد هالبحر فيه فوق على السمكه السمكه كلها تضخ البر ماشي سمك داخل شوف ها سلطان وين نصلنا فيه هذا تشوفونها طيارة مرزوق وين يابها حياسي صورنا هو إذا ما نحن نصوره يا طيارة وين وهو وين سأل يصور أخو وين تصك جبد السماء وصي ألوها يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تعال عندنا سلطان ما بتي لا يا ريال يلا الله يحفظك صيح ذنيك يا القصار صيح ذنيك يا القصار بيموتون هالكويت على رسبيطي ما شرح الثلاث أربع هلال ييمة ييمة سبيطية هلالة فعليك بند 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 ييمة سبيطية كبار كل واحد كبر السلندر من السبيطية الأصلية ما بأي سبيطي بعد ذراعين ثلاث أذرع ذراعين ذراعين ونص هذا الصبيط الواحد اي نعم هذا من نادر وجوده ها شوفوهن يلا 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 غرب الله تمدكاه اذكياب الله يا ابو محمد ما ينقص عليهم الصبيطية غرب هنا الله مقواهن ييمة صبيطية خطفنا عليها ييمة يوم الله ما الله كاتب نصيب الحين نشوف فتحت يلوبن يا اخي ما طاعن ما رمنا ما رمنا لهن ما رمنا لهن حيلة اظني صدنا اثنين او ثلاثة بنرميكم ها كبار سلندرات ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله حق القصار ما شاء الله ما شاء الله الحق يا ابو داود احنا نرميك الخير ما رمت اشوفها وين هلا ما رمت كيف اروح اشوفها خليني اتقفل فيه ابشروا لكم ما شاء الله يا الي هذيك هلال سواده لا 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 ها ما شاء الله يا الي يم يم ها شوف ما شاء الله لكل مره ويناكم ها يم الدش يا حافظ يا حفيظ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ييمة الدش يا ياي غليظة غليظة بلاد من كبرها ما شاء الله ما شاء الله اليوم يوم مبروك اليوم يوم السعيد اليوم يوم السعيد يوم صبيطية توها ييمة صبيطية من الكبار مرادم أقول لكم سلندرات والحين أبوي ما شاء الله تبارك الرحمن ييمة الدش صبيطية عاد ما رمنا ما صدنا إلا ثلاثة منهم فكان كل واحد عن حوار نحب نرويكم إياهن إن شاء الله ها شوف ما شاء الله ليمة شفتوها وينك عادي اللي بتشوف انت الحين محمد جاي تنك ليمة في وجهك ها محمد جاي تنك ها شوفوها ليمة تلوب داخل اي يا سلام سلم اها تحملوا بوي يا بوي ياكم الخير ياكم الخير انتم تطرون اسم القصار يتكم البركة الحق يا ابو محمد هذه ها الحين ها هذه يت يت يت
ابي الحق 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 ما شاء الله الحق ما تلحق اي ما شاء الله يا هلال ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك كله 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 ما شاء الله كلنا شبه هلال محمد منتظر القصار ياكل خير نهادي به يا الله يا الله لا ماشيين الفاضل ما شاء الله ما شاء الله صيد صيد وفير حينة احب نرويكم بنرويكم الخبر نرويكم الصبيطية كل صبي انا بحياتي ما شفت صبيطي هالنمونه احيد الصبيطيه في الحجم هذا يمكن اظني في الثمانينات نيه المكان هذا والحين ما شاء الله لقطنا يمه صبيطي يمكن 11 لو 13 واحد يا غير قبلهن الله مينن خبايل قو العفاريت فيهن شرات حدم العرب يا الله يا الله مقواهن ما رمنا ما صدنا الا ثلاثه منهن لكن الثلاثه عن ثلاثه حيران الثلاثة هاي الصبيطية اللي حنا بصور لكم إياهن الواحد عن حوار جيمته المعنوية بالنسبة عند هالكويت نعم عند هالكويت عاد إنه واخذه نحن طري جيمة الحوار تساوي جيمة أبوي الصبيطي الصبيطي العربي هذا عرضه ذراع وطوله ثلاثة ذراع يا سلام سلم يا سلام سلم ليتكم اللي قربنا يا هالكويت ليتكم اللي قربنا كم نعطيكم من هالحلة الفنان بنودمكم ابوي هاكل وديم الزين ما الله كذب كم ما علي ابوي ان شاء الله الله بيعودك يا ابو داود من امريكا وبتشوف الهست كله الطراد يوم يكون جد ابدا يمشي بك بحر ركبه وانت والخير رباعه بحر ركبه والصبيطيه وين بتصيدها صبيطيه ما يصاد ابوي الا في هالرك لهالنمونه الحمد لله رب العالمين بنرويكم الدنيا خير خير تبارك الرحمن خير من الله هذا ابوي الصبيطي الاصلي اللي يطرونه العرب والصيحة هالكويت هذا هذا شو كم كبره هذا الصبيطي الاصلي هذا قدره عند هالكويت حاله وحال الحوار يوم بتصير عند ضيف ولا بيجيك ضيف كانك عاقر الحوار قدر الصبيطي عند اللي يعرفوه اللي عنده واخذه هالكويت عاده شيء لا صار ولا استوى هذا سمعتوه الصبيطي هذا صبيطي ابوي مسكر بن سويد مسكر بن سويد من المساجر المعروفه في جنتي ابو ظبي على ما تشوفون سمكان الدنيا والدين فيه والاسماك اللي فيه وهذا النوع بالذات من الصبيطيه جليل الحجم هذا يكون موجود عندنا من الثمانينات والخمسة وثمانين والسنه الحمد لله رب العالمين رب العالمين ابوي ارزقنا ابوي هالصبيطيه اللي كل واحد خطر عليه يرمس خطر عليه يتكلم يعني مش اي صبيطي من ونص فيه 6 كيلو 8 يعني حول منين فيه الواحد انا يلا يلا هبار يا غير ما شاء الله تبارك الرحمن تحرهن سلندرات سلندر ما بصبيطي ها تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صيح اذنيك يا سليمان القصار صيح اذنيك يا القصار صيح اذنيك يا ابو داود صيح اذنيك يا ابو داود ها شوف تبارك الرحمن صيح اذنيك يا ابو داود على الله يعود فيك ان شاء الله من امريكا وبتي ان شاء الله بتشوف الصبيطيه وغير الصبيطيه شيء لا صار ولا استوى رحله خاصه اي نعم اكيد ابو محمد نعم لا مره رحله خاصه ابو داود ان شاء الله انت بالسلامه بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ومبروك احنا اصبحنا نهاديبه انت مني بطاريه اليوم الصبح اي والله سبحان الله توفقنا بالسمك اي والله سبحانك يا رب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هدوء ويا حشره اي والله شايف هالنال يسد كل المكان والموقع يا سلام سلم ابو محمد ابوي تحرى ظاهر ابوي من المعركه ها حق منو بنطرش بنطرش حق بطولنا ابوي اي نعم ابوي ما شوي مال شوي ويبال ابوي يزوى اوادم هلال تعرف شكلك شوي تراوالي كأنك ظاهر ابوي من ساحة القتال وربعك ثلاثة جرحى قابض تسحبهم ايش بتسوي؟ قلت لا حيلة جرحى وينزفون ريولهم متعور ما يرمون يمشون اوادم 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 لا اله الا عيني انا طاح واحد انشرم ايوه يا سلام سلم
هي نعم نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. هاي بقعدتن أبوي، شوف السبيطية هاي بقعدتن بحر يوزه وبحر ركبة منشله منشله أبوي فيها 15 ميدان ومبيتينها أبوي والحمد لله رب العالمين. الصيد الوفي قطناهن كمية قيمة سبيطية كم الله كتب لنا نصيب إلا في ثلاثة منها الحمد لله. وهاي بقعدتن ما شايف الغبيب، هاي بقعدت أبوي بحر بحر ركبة بحر يوزة هذا رقم واحد. ها بعد المشاهدين طرشوا لهم سماجة؟ لا لا طرشنا ولا امتحنا، ما امتحنت صوري مشاهدين شم زرطونهم يا رجال شيء منهم مرة. يا الله كل يوم هالطلبة اللي ما توجف وكله أسوي عمري ما سمعت أو إن ما وحالي أرد. خص عادة سبيطية بوظبي، سبيطية بوظبي أبوكم غير نمونة غير نمونة، بلحنا بيض يا غير لبستر والطعم لبستر، البلح بلح سبيطي والطعم طعم لبستر، هذا اللي يميز أبوي سبيط بوظبي، هذا أبوي اللي يميزه ويفنده. غادي مفنود يقول فلان والله مفنود فلان مفنود شمنه يعني مميز مميز ابوي في شيء يميزه عن اي ادمي في الدنيا العوده. يا ربي الوصف مكثر نقول لكم ابوي الرز والنصيب، هذا الرز والنصيب هذا الرز والنصيب، هذا يوم الله كاتب لنا قلنا لكم طحنا بقيمه قيمه زريديه قيمه الجسم الان. خلكن هناك ها اي خلكن ولا تحركن ولا تحتركن حتى شبر. هاي شو بتسويها اليوم؟ يا الله يا الله هاي ابوك عبد تعايا محمد ما يندرى. يا سلام 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 فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا حين عاد بيصير الصاحب والصديق ما يبي يتبرز بابوي بحق بيع ومشترى، لا 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 بيع ما شيء، هاك اللي كدون البحر اللي شغلتهم كد البحر. نحن ابوي هو الهاوي غير والغاوي غير والممتهن الحمد لله انتهت الرحلة وأدن حين غاية ابوي سبوح وصلاة انزين أدن حين كلها العرب صراحة مسيرة سيرة دشت بحر رقم واحد تكللت ولله الحمد بالنجاح تام النجاح التام رقم واحد السيرة الحمد لله. طحنا لنا ابوي بيمة سبيطية ويمة زريدية، زريدية من الكبار شيء بالعظمة تبارك الله. صيد اليوم اصبحنا يقول ابو محمد يقول اليوم جو جو صيد جو جو صيد ما بجو عادي. السبيطية ابوي ما ربنا نشوي شيء منها ليش؟ سبيطي ما تبغى تشوي لان ابوي يباله وقت يباله. ها شوفوا شوف الله عليك شوف الله عليك يا سلام يا سلام شوف هذا السار عاد حين البلحم حمض تحرى حد شاخب عليه الأمي تسوي كلاس لما يفطر يفطر من السمن حق الكبار أمهات الحلا معون حسنتو تبارك الرحمن الله. هذا اللي يخرج السمن السمن يوم غادي طرية توها مظهورة من هناك في الجبار في الجبار. يا سلام سلام هذا اليوم نحن قدامنا قدام الشيوخ عبارة
دام شيوخ. شوف الذيل، شوف من قمة الرأس لين أخماص طويه الذيل. شوف هذه يزن كل وحدة يزن. شوف يا سلام، يا سلام، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن. لا تقول انت شو قرر 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 قرر. شكرا يا محمد. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ما شاء الله. اي وحالك عنبو، شو قل المذهب هذا ابو عبد الله؟ نحن عنبو ريايل بالحانه جايين وياك تتجدم عن الناس كلها ليش؟ وهذا الحين فخاره، هذا شو انت رجال الحين ناخذ من واخذ الكبار حاط هذا العلالي والبسار ابوي ترى ثلث ثلث لي هنا وثلثين مصوبه. هذا انا باخذ هذا. وين من هن؟ لا 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 هذا الاصلي الوارم ابوي، هذا تبع عرب ابوي اللي طلب من قبل. ها هذا ابوي النيسر ما شاء الله من حضره هذا الفري ما شاء الله. هاي هديبه صويفيات شيشات ونعمه يبقى الحمد وشكر وصلت. اللهم لك الحمد. قال يقول لكم مختارها من قبل شكرا. اي لا 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 والله يا ريال لا 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 يا حرب ليس يا ريال. ريال بسوي رجيف. أيوة يا غير كيبل كيبل كهرباء تبارك الرحمن ما يبالي. يا سلام يا سلام يا سلام. اصبر عاد هلاعب محمد بن عبد الله. شوف لنبوي بأي درجة بندوي. يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم. عشان يا خير عندي لا يقول لك سيباس ولا مديوم ول. لا يا ابوي يوم يحصل هذا يحصل السيباس مديوم ول ولا ول مديوم. يا سلام سلم ابوي عن طرف ام الحلا اللي هي الجشه ما رمت ابوي كلت الثلث 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 لا يمته ما رمت كان باكل. وحين يعني عرض بين الصافية والهديبة هذه مغرية وهذه أغرى عنها. وهذه الهديبة على ما تشوفونها الهديبة بعد ما تتودر ما تتودر. شفتوا البلح اللي منغور بزعفران شو كم يصل دهنها منها. شوف الله عليك يلا شوف الله عليك شحوم شحوم عاد من الحين وساير من الحين وساير. هذا موسمها هي لين الصفري. يا سلام سلم ابوي عن طرف ام الحلا اللي هي الجشه ما رمت ابوي كلت الثلث 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 لا يمته ما رمت كان باكل. وحين يعني عرض بين الصافية والهديبة هذه مغرية وهذه أغرى عنها. وهذه الهديبة على ما تشوفونها الهديبة بعد ما تتودر ما تتودر. شفتوا البلح اللي منغور بزعفران شو كم يصل دهنها منها. شوف الله عليك يلا شوف الله عليك شحوم شحوم عاد من الحين وساير من الحين وساير. هذا موسمها هي لين الصفري. يا سلام سلم اللي ما يعرف بيقول ابوي هاي هذا جرن موز حرامي. ها جرن موز توكم يلفن من السه. شوف الشحم شوف الشحم الشحم يعني يا
يوم الشيء يقول لك مشحم يعني هذا المشحم، تقول له اللي شرق ولا قرب ما الخيران ولا شيء، لا لا أبوي هذا أبوي بياحة البياضة مرقة مرقة مصيود أبوي في بحر يوزة. نعم تخالفت به ويا الجش اللي تونا صدناه ويا الزريدي اللي ما يعرف بيقول أبوي هاي هذا جر الموز حرامي، ها جر الموز توك ميلفنه من الساعة. شوف الشحم، شوف الشحم الشحم يعني يوم الشيء يقول لك مشحم يعني هذا المشحم، تقول له اللي شرق ولا قرب ما الخيران ولا شيء، لا لا أبوي هذا أبوي بياحة البياضة مرقة مرقة مصيود أبوي في بحر يوزة. نعم تخالفت به ويا الجش اللي تونا صدناه ويا الزريدي ولا تحرنك بتلقى طوي في بطنها تراب، ها شوف ولي قرب التراب شو الشحن ايش التحرى يا سلام سلام بتول بتول يطيح الشحن هذا شوفوا عاد عقب شهر ولا شهر ونص شو بيغدي الشحن فيه أرضوف الحين بتول عقب يغدي بوي أرضوف. هذا اللي أنا استعمله واقي للشمس 100% ما أدري كم يقي والله والله ما أدري بكم يقي، المهم هذا استعمله من زمان يعني المراد واستعمل ولو صبه ويهي علشان ما يتقشر له شياته. المراد أدخل بحر صورت مساء ويا الصبيطية صورت ويا ما أدري شو ويا ما أدري نزلت الفيديو في الانستغرام دخيل والديكم شوفوا كمية الكلام اللي شرات ويوهم اللي حاطينه هاي اللوادم اللي من غرب عاد هاي حد موصلنا وحد يوم بتدخل يا ليت عاد اللي خليني ما أرد أشوف لأني أنا أبوي ما روم أرد على شخصيات العشرة منهن ما ينزر محارة أرد على رجال يوم بعرف هذا فلان رديت عليه ولا للعشرة ما يمزرون محارة منهم حد يرد عليهم هاي يردون على الرجال والناس العرب القبائل ويردون على الحرمة اللي فيها خير ترى شيء حرمة وشيء حرمرم وشيء شرى لك بيش يترمرم هاللي شرات لك بيش أنا ما برد عليهم ما برد عليهم لجل هني بنيست وبراي أبوي أنا حين إذنو الجنة مضمونة حاليا الجنة اللي أنا مضمون عقب هالكلام كله عنده في خلال ساعة الفيديو شاف ما أدري كم ألف مشاهد نسيت والله قلت الثاني 37,000 مشاهدة في خليل ساعة في خلال ساعة المعاير والسب منهم 350 هذا قل عقل قل تعرفون شو يبون هاي هاي الله يحفظكم تدخلون الأكاونت مالهم الحين لوادم ولأن كل شخص من هاي اللي ساب في حسابه 200 آدمي 300 آدمي بس فيبون حد يلحقهم يسوي لهم فلو يعني يدخلون على حساب حق يحصلون الفيو ما حد بيطالعكم هاي خطط قديمة انتو ياسين بس الحين أنا المستفيد كل شتيمة بشلة أذى وشل أبويه من أثمي هنا اللي ارتكبته ويركب في رقابكم موكل الله سبحانه وتعالى أن يقتص الحق من الكل منكم والكل منكم والجميع يلي تحطون تعليق شرات ويوهكم ايش على السحاب من بيحلك لا قال لكم أنا وين مكاني مكاني أبوي هوك عالي السحب مرة ولا أنظر للي تحت أنظر للي فوق الجميم اللي فوق هارد عليهم عرب لي فيها أنا فوق مرة عند برج خليفة هالبيب اللي فوق هذا وين ركب الشيخ حمدان الله يحفظه فزاع هناك أنا أبوي متفيزر بطالع لكم أنتوا حينه يلي العشرة منكم ما تنظر ما تمزر محار أنا أبوي أطالع الرياي اللي في أخير عيال العرب عيال القبائل الناس اللي ما تنعد الرجال من بعدها ولا الإنسان اللي هنمونه يسب الألفاظ البذيئة هذا حتى تخطف عنه الفنيال هذا يوم يحضر في ميلس ما يجهونه يخطفون عن الفنيال هذا هاي الفصيلة من اللي تتخطف عنهم الفنايين هذا
هاي الفئه هذه من اللي تتخطف عنهم الفناين وما يلسن في ميلس الحريم ولا يلسون في ميلس الريايين، يطالعوا لهم ابوي ميالس روحه يسموها ميالس القاصرين. هذا سيرنا الحين البحر 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 البحر. هاي دشه الحين المساء ان شاء الله الدشه للشعري. يلا يا رب ترزقنا الصيد الوفير والخير اللي من الله، ما نترجى من معبود، ما نترجى الخير والرزق والنصيب الا من الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يعرف وعنده ادراك 100% ان نحن ابوي صيدنا ابوي لا بالشرق ولا الغرب، هو ما بعيب البيع والشراء يا غير نحن اللي نصيد ما ببيع حق اللي يراها. شوف الفرجان كلها ابوي كلها فاتشه ثاميته، اللي ولدها مايه، اللي بيته ريلها مسافر، اللي ما ادري شو، اللي روحهم جايين حريم جايات كشاته ابوي، ودامهم الحمد لله رب العالمين من هالمكان. الحين السمك كله بيضك من البر، ترى وين ما تدخل الحين البحر بحر بارد، فالسمكتي من قاع البحار تجي تتبع البراد الفقيره، تجي تتبرد تتبرد تقبض السيف هذا اللي تشوفونه على طوله وعرضه، فلذلك فقيره تجي تتبرد ويونها ابويه هلال وربعه وقطعان وزيد وعبيد يغير كلن يغير يصيدون من هالسمجان وياكلون، والناس اللي من غير ابويه اللي يفرون دوابي ومزول والياخ يصكون اخر الدنيا الخير ابوي كله ضك البر في كل مكان، خير كله ابوي ضك البر، ما شي ابوي في الغبي بيصير وين اخر الدنيا. كان حق الشعري غير حق سمجت الغبي ولا سمجت ابوي البر بعيد اخيار. هاي البياضه ها ترعى لازياء وزي الله عدت ابوي الخيوط ها خيوط مردعات وزاهبات ها خليني ويانا الله يحفظكم قيلي وسمبوسه ان شاء الله احنا بنرويكم خلاف الصيد والعلم والخبر يلا كان الويه لازم الوص اما لست الويه والله العظيمه غدي صنقاح اسود سنقيس سنقيس غدي بالاخص انا من دق الشمس وجهي غدالك غير نمونه الله في المستعان في غدي الويه جلف يلا حمد الله هداه الله يا الفريد هداه الله يا الفريد يارك الله يا ابو محمد يارك الله دوس يا ولد العروس اي هذا متوه متوه لا وياهم بعد ما يمتوه ايوه ابو يقول مرزوق مرزوق محمد بن سيف سلطان محمد بن سيف عبد الله وسلطان بن عبد الله وبحرية ثنين ما ادري هم في البر جينا عبد الدار احنا السبحة والصف فيه يا رب ما تقاوك يا مرزوق مرة ما اقول عنك شيء مرة ما اقول عنك شيء شوف 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 هلال 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 شوف وين فارت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف خير ابو ظبي شوف خير ابو ظبي ما شاء الله 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 شوف شوف وين تفور فورد يصيدوا قوم قوم مرزوق ما شاء الله وين الطيور يمين السمكان شوف المرزوق الله يكون سبحانك يا رب الله يبين بني ادم شو قال؟ اليوم سوي جديد شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مشكور يا محمد مشكور يا محمد ليت يوم يابا 73 ادمي شراتك ما شاء الله عليك يا محمد انت ريال فيك خير ما يزول شو شو قال؟ ايه ما قلت له صدق ها؟ ما قلت له شو يشتغل شو يسوي؟ ما يزول والله يا ابو هذا هذا النحاس النحاس اللي في الدنيا كلها فيه النحاس اللي في الدنيا كلها فيه خلال 5 دقائق كم متر هلال يصيد؟ 400 متر في كم هلال؟
10 دقائق 400 متر السمار، ما شيء يصيد، شيء شعري اول ما وصلنا شيء بسيط، شخيليه كريديسات شعري هاك اللي تحيدونه، شعري الفنان بالصواطر، شعري هاك اللي الواحد تحراها علبه صخر سعيدي، نعم بلاتيس يا مودي مش موجود، نعم لين الحين لا، وعدت تمشي جماري لكن الحين هذا وقت وهذا مكان اسبوع لين حطيت له المكان هذا اليوم، والله صدنا وايد كان اليوم والله كتب نصيب، الحين اخر خيبه ابوي سرنا وينا عينا من الله خير، قصرنا دوم يا غير صيد ماشي، صدنا شخيليه وكريديسات كم من واحد، شعري صدنا 4-5 باكر ان شاء الله الصبح اي والله ابغى غداي هناك والحمد لله بسطنا وغيرنا جو سيره الصبح الحمد لله تكللت بالنجاح بصيد الوفية سبيطي طراد هلال ما شاء الله ابوي طول الدرب كله راس شاه سبحنا تسبيح والله هلال طول الدرب راس وايد ابوي هلال لا يا رك الله يا الكذب عشاء بعشي لا شوك طنز اليوم العشاء عند علي سالم هلال لا 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 لحم لحم سوي الحين ابوي ساري للعشاء قدامنا مرزوق وسلطان اظني ومحمد وحني انا وياه لاب محمد سايرين ابوي نتعشى ذابحين ذبيحتين على سلامه محمد بن سيف ابو مرزوق ظاهر من المستشفى والحمد لله بخير وسهال وذابحين ابوي ذبيحتين على سلامه فعندهم من عادات والتقاليد إن يوم حد يظهر من المستشفى متعالج ولا شيات ولا أي من سفر ولا بيصير سفر أما المتعارف عليه من الأشياء المتعارف عليها في الإمارات وعند كل أتوقع عند الخليج كامل يوم حد بيظهر من المستشفى ولا بي من سفر وسوى وظيفة ولا سوى دائرة للضيف اللي بي ولا يعني من العادات والتقاليد هاي فحين قوم مرزوق أبوي وأبوهم ظهر من المستشفى الحمد لله بخير وسهالة ومتابعين الشباب قالهم أبوي مرزوق ترى أبوي عشاء علي سارة وليوة ياب أبوي حرافي اثنين وطبخوهن بيت قوم علي بن سالم طبابيخ ما شاء الله شاطرين في خدمة حق القبولي فلذلك قرروا اليوم عشاء علي سالم يا سد ابوك السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك الله يسلمك اليوم تويسات ولا هريفيات والله اللي بتشوفه الحين يعك تسلم يعك تسلم وياك تسلم تصورني احنا ذا محل لا 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 ابوي من الصبح ابوي شبهوك باسامي كبيره ابتبرت اي والله لا اقول لك والله ابو خلوف التشبيهات وايد عليك تصويرك البارحي قال ابوي هاي يشبه فلان فلان شبهوك باسامي زغت حتى من خبر كل من يتشبيه والله العظيم قسما بالله العظيم الكلام اللي قلته صح هي والله كل حد يقول لي انك تجي قرب لهم الله هذا مرزوق وهذاك سعيد سالم وهذا ابوي محمد بن عبد الله وهذا ابو شرف ابو احمد كيف حالك كيف انت ابو احمد وهذا ابوي سعيد ما شاء الله شيخ الشباب السلام عليكم ما تبى تصوير ما شاء الله الضيوف هي هذا ابوي خليف
خليفة ولد سعيد بن سالم، هذا خليفة ولد سعيد بن زيد، هذا خليفة ولد هذاك الرجال، ها هذا هذا ابو زنجفرة زرقاء، ابو زنجفرة اي والله هذا الشباب، هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ابو عبد الله هذا مرزوق محمد بن سيف لابس كاب بيج، هو مستعد ان شاء الله الحين، ها الحمد لله الحمد لله ترى يعدل، وها ما شاء الله ضيوف جايين. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو اسمك انت؟ نام شو اسمك؟ نام بالو، اسمك بالو؟ بالو. وانت؟ عبد الرحمن. والنعم. وانت؟ ها هذا ابوي، هاي الجماعه هل تشوفونهم؟ هذا تشوفونهم خاصة هذا اللي يسوي اسمه بالو، هابو تجار المكيفات في ساحل البحر هذا كله، يبون ابوي المكيف ب100 درهم يشترون ما ادري وين، ويبون يبيعون ابوي هل بالبحر، حسب ما تشوفون كل بيوت البحر كل ميلس وكل غرفة فيها 14 مكيف، المكيف ابوي ب200 درهم ومع ترتيب ب200 ها 400، شو رخص التراب. هاي الشباب هاي ما شاء الله، هالشاب وهذاك الشاب وهذاك الشاب غزل من لبنان، هذا غزل من فتح النهار يعلني ما ذوق حزنك، يعرف تسلم يعرف تسلم، اسمه غزل من لبنان. انت ايس كريم شو هذا ده؟ ها رهش يا تمرنا ابو بكر الصديق، ما شاء الله ابو بكر الصديق مقواك ابو بكر الصديق، انت يعرف ليش ابو بكر الصديق سموه أبو بكر صديق؟ ما في كذاب هذاك نفر، سموه نام صديق، إذا أنت كذاب بيسحبون عنك الاسم هذا، بلا بحلق عيونه فقير دور شارات البنك زاق أنت يعرف كلام مالي أنا؟ أبو بكر الصديق ليش سموه أبو بكر صديق؟ عشان هو أول من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أنت ما بصديق يا ويلك، مسلمان أنت ولا ما في مسلمان؟ والله والله هي. قول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، قول والله قول والله والله زين كمل كامل والله وين والله ما ادري مره يا كامل كمبليت لازم ايه قل هو الله واحد واحد اثنين ثلاثه يلا قل هو الله اول شيء بسم الله بسم الله يا رحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم ولد من لنا ها ولد من لنا هذا ولدك انت ما شاء الله ما شاء الله مرحبا مرحبا انت هذا ابوي في عرج وامس هالريال انت والطارق محمد انت ما شاء الله ما شاء الله ها خالد خالد والطارق خالد محمد اكبر عنه محمد اكبر ما شاء الله محمد الحفاري والله مرحبا هذا محمد العفاري لا احنا بس ندور ويا الشباب كلهم نصورهم هاي اللي توهم يا وكلهم بنصورهم ساري عليك طلب اي شو هذا شو هذا شوف سوي سونج ما يعرف سونج نو سونج تحمل اي مسلمان ما يسوي سونج اي لازم كلام ما في كذاب وايد لازم كذاب يمكن ها خفيف خفيف ما في مشكله انت وين بلاد كيرلا كيرلا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن شو اسمك نعم نعم ابو بكر الصديق اي وبابا بابا تشاور تساله شو اسمه هي تراني بعد شو تسال ابوك شو اسمه يو دونت نو شو نو يو دونت نو يور فادر نيم نو نو ها ما في معلومه عربي لا 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 يعرف كل شيء هذا ايه شو عيوني دور شرات البنكة زيد انا جاي خصوصي على سبك ساري ارفع راسك وتتكلم بصوت عالي شو. كم عندك الفلور 20 20 الف 20 نفر لا ها قول الصدق والله مرحبا بساري مرحبا براعي سويحان
مرحبا براعي السويحان. انت تعرف على منو مسمينك؟ يدي. ايه يدك ريال، ما تنعد الرجال الا من عقبه. تعرف هالكلام انت؟ ايه. بسم الله. سعيد هذا من؟ فاضل ولا؟ ايه هذا فاضل، هذا في الصوره الحين ظاهر انه فاضل ولد سعيد بن سالم الدبيسي، وهذه عداله خالد الشامسي، خالد ولد طارق. نعم خالد بن طارق الشامسي. لا شيء منك العارض اسمعها الهم لبوقه. خالد بن طارق شو هي؟ لبوقه تقوم ببوك، لبوقه تمشي، لبوقة تقوم ابوك. شو ها؟ لا لبوقة تمشي ابوك. ابوك شو لبوقته؟ قوم الفندي. هي الفندي الشامسي. ايه ما شاء الله الشباب الحين يتريون ابوي. هذا ابوي سعيد بن هلال، هذا محمد بن هلال، هذا منو؟ عد علي منصور. منصور منصور شو؟ منصور القبيشي. منصور شيبه القبيشي. منصور بن الشيبه. ولي عدال حق بالكاب هذا ما اعرف. ما اسمك؟ محمد بن عبد الله بن سيف بن سيف العفاري. والله ايوه العفاري. وهاك عدالك منو؟ هالابيض الحلو هالمغزز. ايه ايوه هذا محمد بن عبد الله ترى، وهذاك ابو شرف الله يبارك فيه. وصل ابو عبيد بن سند. اتيج بن سند يا شباب توه واصل، قال لي لا تصورني ولا شياتي انا بمتعدل ولا شياتي، واجعوني يوم يشوفوني ما بمتعدل. الزين زين لو نشمر قاد يا ابو عبيد، كل ما فيك زين يا ابو عبيد، ما ينعق منك ما تطير به بابه علينا الا الزين كله. يا رك الله يا رك الله يا ابو عبيد. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يلا شباب شباب يلا قربوا 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 يلا يلا شباب يلا ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابوي، هذا مايوب ابوي مرزوق بن محمد بن سيف، بمناسبة سلامة ابوه. تعشينا وعينا من الله خير، الحين ياسين ابويا على هد عيثير. ها الهد عيثير الفنان شو ما زين، والان لا صار ولا استوى. هذا الله يحفظكم محمد بن هلال اللي ما يحب حد يصوره، وانا ما بياس اصوره ابدا ابدا. والله من اليوم مرحبا ابو محمد. هلا هلا ابو محمد، كيف حالك؟ الله يسلمك. شي سفره لندن قريب ولا؟ باذن الله ان شاء الله. جهز حالك. شعلي. أنا هناك محمد الشامسي بعد يسلم عليك. زين شعلي محمد الشامسي اللي حجنا لي بحريوزه نحن متى الله بيفكنا منه. مسكين اليوم طرشني مسج قال سلم على خالدي وقول له الوعد في لندن. زين شفتني في القطيف قطفني. ها شفتني في القطيف قطفني. ليش بس خلاص عبد الله، المنطقه هاي نحن اللي شفنا فيها صبيطي اليوم، هل هي من زمان فيها صبيطي ولو قريب؟ هذا من استوت الدنيا. هي من كنا نيهال صغار. انزين البقعه هاي تسوي صبيطي من شل تصيدونها؟ ب ب ب ب حدق حدق خيط. هي خيط. شو الليم؟ الليم تحط له اي شيء، سمكه يقطع عندك، نغار عندك، اي شيء هي ينشب عليه صبيطي. شصدتوا وايد انتم؟ وايد صايدين. سبحان الله. هاي بعد وكبار ونفس الحجم هذا؟ اكبر اكبر. انا صايد 14 والله والله 14 صبيطي. إيه خيط. سبحان الله. وشو بحر؟ بحر يمكن ماشي نص متر. لا اقل يا ريال. والله هي والله تحت الركبه تفر بس البياضة. سبحان الله سبحان الله. لا لا هناك تسوي البقعة. لا لا صبيطي عليه رضوان من الله، حتى ما ودك تطبخه ودك. انا صدق والله خليناها. والله يا ابو عبد الله اللي اللي ما رمنا نصيدهم اكثر عن 8 الى 10، صدنا له الثلاثه. مبسوطين هالكويت. ما زين يوم تجلس ويا جماعة تبارك الرحمن ويا هالشباب الطيبين ويا هالشاب الفنان انزين بسم الله عليك، وتكون الربعة لجل شخصك لجلك انت لجل. شفتوا الميلة استوى بينطر من العرب، وكلهم ابوي الربعة تنشرى
بالكلام الطيب بالكلام الجيد، ما تنشر عطني أسب أمدحك أو عطني على سب رابعك أو بدامي وياك وانت بتلتشني وبتعطيني هاتش الساعة، انت الغالي وتسوى العين وام العين وابوي من تخف يديك ودرك العرب. لاجل ابوي يوم صادقوك، ما بمصادقينك لاجل نفسك، مصادقينك ابوي لاجل عطاياك. على هالاساس بين يوم وترك تغير، بين يوم وترك تغيروا، ما حد ابوي. فهاي الصداقة الصح معرفة، هاي الجماعة انا اللي وياهم اهلية اولا معرفة من قبل سنة كم هلال؟ انا اول ما هذا يمكن سنة كم، كنت صغير طبعا انت؟ اي والله كنت صغير. زين ما عليه، قبل كم عادة؟ كنت يمكن في الصف الثالث في الثمانين يمكن. صف منو الصف الثالث في الثمانين؟ اي والله في الصف الثالث يمكن. يا رجل خف علينا، ما عليكم منه والله. من عرفته هو غياب لحيته من زين، ما شيء مشكلة. ومن هاي السنين ابوي صداقتي وياهم ويا غيرهم ويا اهل الدار كلها ويا العرب ليه في شرق الارض مغربها، ما عندي حد اليوم فنشته وباكر اتزاعل وياه، اليوم تراضي وياه وباكر اتزاعل وياه، اليوم هذا قروبي جديد وباكر هذا قروبي، لا لا لا، هاي ابوي ربعي كل العرب من شرق الارض ومغربها، من يوم انا ياه لين يومكم هذا، من يوم انا ياه لين يومكم هذا. فلذلك تلقط عندي صداقات بالهبل وين ما أصير، هل تشوفونهم أصير وياهم وتعرف وياهم، ها ما بمعرفة السناب، السناب أبوي مستوي إلا من سنتين ثلاث، هالعرب أبوي أنا اللي تشوفونهم كلهم أتعرف وياهم ويا هاليتم، من يوم أنا ياهل أنا سيرتي وييتي أتعرف ويا العرب كلها الذكور والإناث. ها ما تشوفون أمس صورة حطيت لكم إياها، هاي صورة ناس متعرف وياهم من السبعينات في لندن، مطرشين لي صورتهم ويمهم، لكن قالوا خالد حط على ويه حياتهم هذا عسب ما تبين، من السبعينات كيف يعني، وآلاف مألف الدنيا كلها الحمد لله رب العالمين. يا خليت خلدي السلام عليكم، يا كوي يا دنيا مشكلة خليل، يا فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا دنيا أجري مشكلة خليت يا فلوس، ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. شكرا.